ونبيلة يعني ننتقل إلى موضوع آخر، ننتقل إلى فيرجسون. ربما فيرجسون، مدينة فيرجسون، يبدو أنها تناست أحزانها وطوت يوميات توتراتها بعد مقتل مايكل براون. باسل، الهدوء يأتي بعد أيام من تصدر الاضطرابات في فيرجسون التي اتخذت في بعض الأحيان منحى عنيف. عناوين الصحف الرئيسية في العالم وسلطت كذلك الأنظار على القضايا العرقية في الولايات المتحدة. وعن هذا الموضوع مراسلنا علي زبيدي كان قد رصد المشهد بكل أبعاده من فيرجسون، وهو ينضم لنا الآن من واشنطن. أهلا بك علي، كيف وجدت فيرجسون في مطلع التغطية، وكيف من واقع متابعتك هذه الآن؟ أهلا بك نبيلة، وأهلا بك باسل، وأهلا بك في برنامج اليوم نبيلة، وانضمامك إلينا مؤخرا أرحب بك من واشنطن. الحقيقة الأجواء في مدينة فيرجسون في الأيام التي كنت متواجد في المدينة كانت الأيام الأولى كانت أيام صعبة، كانت أيام تتسم بمواجهات إذا صح التعبير، خاصة في مساءات فيرجسون كانت هناك مواجهات تحصل ما بين الشرطة من جهة وعناصر من المتظاهرين. كرر لأكثر من مرة أهالي فيرجسون بأنهم لا ينتمون إلى المدينة، بأنهم أناس من الأفارقة الأمريكيين جاءوا من مختلف الولايات الأمريكية لدعم أسرة مايكل براون بطريقة قد حتى عائلة براون وصفوها بأنها طريقة تسيء إلى اسم مايكل براون وذكراه. الأحداث في الأيام الأخيرة قبل عودتي، وأنا عدت قبل ساعات من فيرجسون، كانت أهدأ بكثير، خاصة بعد زيارة وزير العدل الأمريكي إريك هولدر الذي تقرب إلى الناس بذكر بعض الروايات الشخصية التي عانى منها هو. إريك هولدر طبعا هو أيضا من أصول أفريقية أمريكي أفريقي، لكنه تحدث عن أيام ذكرياته في مدينة نيوجيرسي وكيف أنه عانى ما عاناه من أنواع من العنصرية حينها. ووعد أيضا إريك هولدر وزير العدل الأمريكي بأن إجراءات التحقيق ستكون إجراءات واعية وناضجة وحيادية، ووعد بالعدالة لأسرة مايكل براون. طيب علي، الكثيرون يتعجبون على قدرة الأمريكيين على تجاوز هذه الأزمات بسرعة فائقة، من متابعتك اللصيقة لهذه الملفات كيف يمكن تفسير هذا؟ باسل، دعني أذكر هذا الشيء. باسل، المجتمع الأمريكي كما تعرف ويعرف السادة المشاهدين هو خليط من عدة مهاجرين جاءوا إلى هذه الأرض منذ أكثر من 200 عام. هذا الخليط أو هذه البودقة إذا صح التعبير انصهر فيها كل الأمريكيين من مختلف الأعراق والأجناس والأديان ليكونوا هذا البلد القوي. فرغم هذه الأحداث التي تحصل في فيرجسون أو في غيرها، نتذكر جيدا ما حصل مع تريفان مارتن الشاب الأمريكي أيضا من أصول أفريقية في فلوريدا. كل هذه الأحداث الحكومة الأمريكية الفيدرالية والمحلية تتعامل معها بقوة وبجدية قد لا تكون موجودة في بلدان أخرى في العالم، مما يدعو إلى ثقة بالنظام القضائي الموجود في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، كل الأحداث التي تحصل في فيرجسون وغيرها رغم أنها أثرت على طبيعة المدينة الفقيرة الصغيرة في ضواحي سانت لويس، إلا أن المجتمع داخل المدينة بما فيهم الشرطة قاموا بدعم لسكان المدينة. كنت قد قمت بتقرير باسل عن يسمى هنا بالفودران أو حملة لجمع الغذاء والتبرعات لأهالي المدينة، خاصة من الأطفال الذين حرموا من الذهاب إلى المدارس في أيام المظاهرات. هذا التقرير وتفاصيله يمكن أن تضع كباسل وتضع السادة المشاهدين في صورة المجتمع في مدينة فيرجسون. نتابع ونعود. هدوء يتبع العاصفة هي حالة فيرجسون بعد أن هدأت فيها حدة التوترات التي شهدتها بعد حادثة مقتل الشاب الأسود مايكل براون، تلك الحادثة التي كانت صدمة مثيرة لغضب أهل المدينة. كانت حادثة مأساوية وجلبت الكثير من التذمر والغضب لدى الجميع. شرطة فيرجسون بالتعاون مع هيئات خيرية في مدينة سان لويس المجاورة قامت بتوفير وجبات غذائية وتجهيزات لسد حاجة الأسر الفقيرة في الحي الذي قتل فيه براون، الأمر الذي رحبت به قيادات المجتمع في المدينة. إدارة الشرطة في فيرجسون جاءوا بحملة الأطعام هذه إلى هذا المجمع السكني، لأن الأطفال عادة يتلقون وجبات غذائية في المدارس التي أغلقت منذ حادثة براون، وحاليا لا يوجد طعام كاف لديهم.
جمعيات أخرى جاءت بمواد غذائية لسكان فيرغسون ليساعدوهم فيما وصف هنا على أنه وقت يحتاج إلى وقفة ودعم الجميع. لدينا العديد من المواد التي تم التبرع بها لمساعدة سكان هذه المنطقة، بل ونحن نجهزهم بالمياه أيضا لنهون عليهم ما يمرون به. صلوات ودعاء وأمل بأن تصل التحقيقات بمقتل مايكل براون إلى نتائج عادلة هي كل ما يحمله أهل المدينة في أذهانهم، ونبذ العنف الذي يرفض سكان فيرغسون أن يكون الصورة النمطية التي يراها العالم عنهم. الشيء الوحيد الذي يحتاجه الجميع الآن هو الصلاة من أجل الآخرين، فالله وحده يعرف الجواب لمشاكلنا ويعرف الحقيقة. وما أقوله هنا أن لدي خبر سعيد، هذا الخبر يقول بأن الخبر السيء ليس آخر الأخبار. بهذا الأمل سيعود طلبة فيرغسون إلى مدارسهم وتعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة تحملت الكثير في الأيام الماضية. هذه هي الروح التي يتعامل معها سكان مدينة فيرغسون من كل الأعراق والأجناس. الحملة هذه الحملة مستمرة، الحملة أيضا استمرت هذا اليوم أمام مبنى الكنيسة التي تقام فيها مراسيم جنازة مايكل براون. جدل كثيف أثارته تغطية وسائط الإعلام الأمريكية للأحداث في فيرغسون، كيف رصدت أنت متابعتها؟ بالفعل نبيلة، وسائل الإعلام الأمريكي مثلها مثل الشارع الأمريكي قد تنقسم ما بين جهتين يمكن تحديدها أساسيتين، وهي الجهة الليبرالية والجهة التي تكون أكثر محافظة والمحسوبة على الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. التغطية لا يمكن أن نتجاهل بأنها تأخذ بعض الأحيان طابعا سياسيا، البعض يرى بأن الموضوع هو موضوع مستمر لعنصرية تميز ما بين الأبيض والأسود في الولايات المتحدة، لكن الصورة العامة أن الولايات المتحدة نبيلة في هكذا أيام دائما تقف كيد واحدة لمواجهة حملات التطرف أو حملات التمييز العرقي أو الديني أو العنصري. هذه هي ميزة الولايات المتحدة، لكن قد نسمع هنا وهناك بعض الآراء التي تكون متطرفة نوعا ما، غالبا تكون أغراضها أغراض سياسية نبيلة. من واشنطن مراسل اليوم علي زبيدي، شكرا لك.